يتعلق بوقفة احتجاجية، شكل من أشكال الاحتجاج ضد الهجمة والممنهجة التي تشن ضد مهنة المحاماة، والتي بدأت بتسريب مشروع مسودة قانون المهنة في ظروف غامضة، ثم تلاها الإعلان الانفرادي لوزارة العدل عن الامتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة، وأخيرا وليس آخرا هو وضع مقتضيات ضريبية جديدة خاصة بالمحامين في مشروع القانون المالي سنة 2023. لتوضيح الأمور، يروج البعض بأننا لا نريد أن نؤدي الضرائب وأننا لا نريد أن يلتحق أبناء الشعب المغربي بمهنة المحاماة. هذا كلام غير صحيح، ومهنة المحاماة هي مهنة حرة مستقلة، أبوابها مشرعة لكل أبناء الشعب المغربي متى توفرت فيهم الشروط المتطلبة قانونا. لكن لو أن المنهجية التشاركية احترمت كما كانت تحترم في عهد الوزراء السابقين مع في علاقتهم مع مكتب ريادة المحامين في المغرب، لما كان الأمر هكذا ولما كان أمام هذه حالة الاحتقان. مسألة أخرى ديال الضرائب، كذلك يروج بأننا لا نريد أن نؤدي الضرائب. القانون المالي منذ سنين، هذا ديال 2022، ويصلح للمحامين ولغيرهم من جميع المواطنين المغاربة، ونؤدي ضرائبنا في إطار هذا القانون كغيرنا من المواطنين المغاربة. لكن هذه المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من المنبع لم تراعي خصوصية مهنة المحاماة، لم تراعي العدالة الجبائية، لم تراعي حق المواطنين في الولوج إلى القضاء، لأنها ستفرض على أن في نهاية المطاف المواطن هو من سيؤدي هذه الضرائب وليس المحامي. هذه مسألة معروفة. كيف نطلب من امرأة في حالة عواز أو من أجير في حالة هشاشة أن نطلب منه أن يؤدي 300 درهم ابتدائيا و400 استنافيا وربما 500 في مرحلة النقد، وفي نهاية المطاف قد لا يستخلص أي مبلغ يخص مستحقاته؟ فإذا هذه المقتضيات لم تراعي هذه الخصوصية، وكان على وزارة المالية أن تستمع إلينا لا أن تستمع إلى وزارة العدل، لأننا لسنا تحت وصاية وزارة العدل، نحن مهنة حرة مستقلة.